عندنا 4 منتخبات عربية تشارك، ومنهم 2 طبعا من ضمن 5 منتخبات أفريقية. هبتدي بالعربي، عندي من شمال أفريقيا عندي تونس تونس والمغرب، المغرب ومن الخليج العربي عندي المملكة العربية السعودية السعودية وقطر البلد قطر. اللي تستضيف البطولة. شايف إزاي مستويات ال4 منتخبات دول؟ وهل تتوقع إن في منتخب منهم يقدر يروح لبيت، يقدر ينافس، يقدر يتأهل على الأقل عن مجموعته، ولا شايف إن الدنيا لا صعبة؟ انا شايف انها صعبه، بس انا شايف تيم المغرب عنده حظوظ، يعني هو اكتر تيم في الفرق الاربعه ايوه عنده حظوظ انه ممكن يتخطى دور المجموعات الستيج جروب، انما بقيه الفرق ممكن تؤدي اداء كويس في ماتش في ماتشين، انما النتائج لا هتبقى صعب. صعبه شويه، لانه بالرغم من ان الحضور الجماهيري ممكن يفرق كتير، مع المفروض انه يفرق كتير مع الفرق مع العربية. الفرق العربيه، يعني يعني السعوديه السعودية طبعا أكيد. السعوديه قطر والسعوديه نص ساعه، طبعا طبعا. فجمهور نسبه الجمهور السعودي هيبقى كتير جدا أي وقطر في قطر بالظبط، انما بتاعتهم. الجمهور ده عامل خارجي، أي عامل خارجي غير مؤثر. اللي هيأثر هو العامل الداخلي اللي هو اللعيب نفسه، التحكيم، الفار، كل دي هتبقى عوامل مؤثرة داخلية لكن احنا على الجمهور مستوى مهلوش عليها. على مستوى اللاعبين وبالذات افريقيا، يعني خلينا نتكلم على مستوى اللاعبين العرب الافارقه. في الخمس ست سنين اللي فاتوا كابتن مجدي حصلت طفره، حصلت نقله. أكيد طبعا، يعني انت بتتكلم على انه في تقريبا في كل المراكز، المهاجمين والاجنحه والمدافعين يعني عندي اشرف حكيمي، صلاح طبعا نجم، واحد من اهم نجوم الكره العربيه في اوروبا، اشرف حكيمي، حكيم زياش، رياض محرز، ياسين بوفال، يعني في النهارده عندنا لعيبه على سكيل العالمي. ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل، يعني ليه المنتخبات ما ما تقدرش انت في تعمل الاخر يا احمد النقله دي؟ بتتكلم عن في الاخر عن واحد، اي ما بتتكلمش عن جروب، ما اه بتتكلمش عن 4 5 في التيم اي عشان يطيروا التيم يشيلوه. بتتكلم عن واحد، الواحد ده لازم اللي حواليه يكونوا بيجاروه، تمام لازم يكونوا وجهة مقربين نظر. منه. ايوه فانما واحد في وادي وبقيه التيم في وادي حتة تانية اقل شويه، لا بتبقى قصة. انما لو قلنا 3 4 لا خلاص كده احنا لو اتكلمنا ان كل خط فيه حد طيب هتفرق اكتر. كده انا افهم من كلام كابتن مجدي انه اذا ما كانش يراهن على المنتخبات العربية فممكن يراهن على المنتخبات الافريقية، لانه اذا كان بيقول 3 4 فانت عندك منتخب مثلا زي السنغال، لا في 5 6 تقال، في منتخب عيار تقيل. هل ممكن منتخب افريقي يعمل مفاجأة؟ مفاجأة بستناها من سنين، وشفت اجيال كتير جدا، في يعني جيل يايا توري ودروجبا في كوت ديفوار كان يستحق انه يروح لبعيد، جيل السنغال حاج جوف كان يستحق انه يروح لبعيد.